أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل أقصى الجهد سواء ثنائي أو إقليمي أو دولي لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد وكبار مسؤولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلاً عن ممثلي الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معاً لوقف الحرب. أولاً أهلاً وسهلاً، ولازم تعرفوا ان انتم والشعب السوداني بين اهلكم في مصر هنا. الشعب السوداني اللي بيعاني نتيجة الحرب اللي الدائرة الان وحالة عدم الاستقرار الكبيرة اللي افرزت، يعني سواء كان هجرة داخلية او لجوء داخلي لاكثر من 7-8 مليون انسان، او للهجرة خارج السودان لأكثر من 1.5 مليون أو 2 مليون، ده نتيجة الأوضاع اللي موجودة دلوقتي. الأوضاع دي في يوم من الأيام هتنتهي إن شاء الله، بس كل ما تنتهي بسرعة كل ما يكون أثرها وتأثيرها على السودان ومستقبله أقل. كل يوم في صراع يساوي سنة هدم لقدرة الدولة. شوفوا، ممكن نقعد كتير كلنا كقوة سياسية نتكلم كتير قوي، والوطن بينزف، والوطن بينزف لما تكون النهاردة 70% من البنية الأساسية مستشفيات ومدارس وطرق ومحطات كهرباء ومية تم تدميرها. طب ده الكلام ده هيتعمل امتى وازاي وبكام في الحرب ديت؟ الغالب والمغلوب خسرة، لأنه هو على حساب بلد اللي بيتقاتل أشقاء. فاسمحوا لي يعني أن أنا أقول لكم التجربة بتاعت هدم الدول وتخريبها تجربة مريرة جدا، وده تضيع للأمة دي أو للشعب ده والمستقبله. الدنيا بتجري وبتتحرك بمنتهى السرعة. شوفوا التقدم اللي موجود في كل دول العالم غربا وشرقا، وشوفوا احنا بنعمل ايه. احنا ما عندناش وقت، ده احنا محتاجين وقت عشان نعوض اللي فات، مش نعوض اللي اتدمر واللي اتهد. فارجو ان انا ما اكونش بكلامي ده، انا كلمتكم كاخ لكم من قلبي، وعسى ان هذا الكلام يصل الى مش عقولكم فقط، الى قلوبكم ايضا. انتم اشقاء لنا. شعب السودان تربطوا أواصر عميقة جدا جدا بينا كمصر. نحن لكم مخلصين في أن بلادكم اللي هي تعتبر امتداد لبلادنا أنها تبقى في أمان وسلام. مرة ثانية أهلا وسهلا، سعيد بلقائكم، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم يعود السودان أفضل مما كان بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. أضاف المتحدث الرسمي أن المتحدثين من رموز القوى السياسية والمدنية السودانية أعربوا من جانبهم عن تقديرهم وتثمينهم البالغ للجهود المصرية المخلصة لدعم السودان منذ بدء الأزمة الراهنة، بما يجسد عمق الأواصر التي تجمع شعبي البلدين ووحدة التاريخ والمصير بينهما. أول حاجة بنشكر لمصر حكومة وشعبا تحت قيادتكم الرشيدة لاستضافة هذا المؤتمر تحت شعار معا لوقف الحرب. المؤتمر أتاح
الفرصة للتفاكر والتشاكر حول ثلاثة أجندة. هذه المحاور الثلاثة أول واحد فيهم وكان يعني اختيار موفق أن نبدأ بده وزي ما تفضلت فخامتك بوقف الحرب. نحن كسودانيين نتمنى أن تقف هذه الحرب اليوم قبل غدا، لأن هذه الأزمة التي واجهها السودان اليوم هي أزمة وجود، إن لم نتداركها اليوم قد لا نجد السودان غدا نتشاكل فيه. المحور الثاني واللي هو كان عن معالجة الأزمة الإنسانية، إننا نبدأ بمعالجة ما يعانيه الشعب السوداني في الداخل وفي مناطق اللجوء. حل هذه المسألة بيفتح الطريق لمعالجة القضايا الأخرى المتعلقة بالسياسة إلى آخره. لذلك كان المحور الثالث والأخير في هذا المؤتمر هو معالجة العملية السياسية، لأنه نحن على قناعة راسخة لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة. يجب أن ندخل في عملية سياسية في حوار متوافق عليه، مهما كانت صعوباته ومهما كانت التحديات فيه، هو الطريق الوحيد والأمثل لخلق سودان مستقر متصالح مع نفسه ومع جيرانه. مرة أخرى سعيدين بهذه الاستضافة، ونعتبرها بداية لأننا نمشي في أننا نحلحل هذه القضايا اللي أقعدت بهذا البلد، جاء الزمن في أننا نوقفها، نعتبرها آخر الحروب. مرة أخرى شكرا لك فخامة الرئيس، وأنا عارف أنت يعني مع كل المشغوليات يعني قدرت تدينا وقت وتلتغي بهذا الجمع، شكرا جزيلا. نشكركم على رحابة صدركم وترحيبكم بنا واستقبالكم لنا في بلادكم مصر المنصورة، البلاد التي قيل عنها مبارك شعب مصر. نشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة، جئناكم ونحن شعب كريم أزلتنا الحرب، جئناكم وجمعنا النيل. قال القائد جوزيف جرن: في السودان لا يوحدنا الدين ولا يوحدنا العرق، ولكن توحدنا السودانوية. نأمل أن نكون كلنا كسودانيين في مكان المسؤولية لنحس ونشعر بآلام شعبنا. شكراً لجميع مجهوداتكم وشاكرة لإعطاء الفرصة. فخامة الرئيس، أنا بحقيقة تأثرت كثير بكلماتك اللي قلتها. تحت قيادتكم الرشيدة جينا هنا، وهذه بادرة غير مسبوقة. التاريخ حيسجل لكم والشعب السوداني حيسجل لكم هذه المبادرة، لأن أول مرة هذه الجماعات التي ترونها تجتمع تحت سقف واحد بالرغم من الصعوبات، خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. أشكركم من القلب يعني إن شاء الله، ونستمر في هذا التعاون ونتطلع إلى دوركم إن شاء الله فيما يأتي من خطوات مقبلة، وشكراً.